السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت في سيستم الاستراكشر كيبل عن الكومبوننت بتاعة الهوريزنتال كيبل، واتكلمنا عن الكابل المستخدم في الهوريزنتال كيبلنج اللي هو اللان كيبل، وعرفنا كل الكومبوننت وعرفنا ازاي بنختار الاي تي روم وازاي بنحسب احنا محتاجين كام غرفة اي تي، وعرفنا ازاي نوزع الاوتلت في المشروع كله. وبعد كده قدرنا نحسب محتاجين كام راك عشان نخدم مجموعة الأوتلت اللي احنا وزعناها، واتفقنا ان احنا من الفيديو اللي جاي اللي هو بتاع النهاردة هنبدأ نتكلم على الـ Vertical Cabling أو بيسموه الـ Backbone، وقلنا ان احنا نخش على الفايبر ونعرف أنواعه وتفاصيله وكل حاجة عنه. بس قبل ما نخش على الـ Backbone عاوزين نرجع لورا شوية. أول ما بدأنا شرح السيستم دوت قلنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها لان لوكال أريا نتورك، وقسمناها لجزء باسيف وجزء أكتيف، لكن اتفقنا إن إحنا في الكورس بتاعنا أو في الشرح بتاعنا هنتكلم على الجزء الباسيف بس، مش هنتكلم في حاجة عن الأكتيف خالص. وبدأنا نتكلم على الهوريزنتال كيبلنج وعرفنا كل التفاصيل الخاصة بيه. كده إحنا ناقص لنا الباك بون عشان يبقى خلصنا الجزء الباسيف من اللوكال اريا نتورك او من نظام الاستراكشر كيبل. وكمان قلنا ان احنا عندنا الكومبوننت بتاعه الاستراكشر كيبل سيستم اللي هي متقسمه هوريزونتال كيبلنج وفيرتيكال نتورك، واتكلمنا عن كل الكومبوننت دي. النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم على الفيرتيكال نتورك او الباك بون. عندنا في الباك بون في باتش بانل برضو واتكلمنا عنها، وفي حاجة اسمها الـ IDF. الـ IDF ديت هنتكلم عنها لما نيجي نشرح التليفون سيستم. وعندنا باتش كورد برضو. الجزء المهم جدا بقى هو الكابلات، سواء كابلات فايبر أو كابلات كبر، واحنا كنا اتكلمنا عن كابلات الكبر مع الـ Horizontal Cabling. يبقى أكتر حاجة هنركز عليها في جزء الباك بون هو الفايبر كيبل أو كابلات الفايبر. وملخص الكلام ده كله، احنا قلنا ان احنا بنيجي بكابلات من كل الاوتلت اللي موجودة في الزونة او في الدور او في المشروع ككل، وبخش على الراك اللي هو موجود في الاي تي روم، باجي بكابلات من كل الاوتلت اخش على الباتش بانل، ومن الباتش بانل بيبقى عندي الكيبل مانجر بنظم الكابلات واحزم الكابلات مع بعض عشان يبقى الراك شكله منظم. وبعد كده بخش على السويتش. هنبدأ بقى نتكلم في الجزء اللي بعد كده اللي هو الباك بون، اللي هو اللي بطلع من السويتش لحد السيرفر روم. بس احنا مبدئيا مش هنطلع من السويتش بكابل دايركت لحد السيرفر روم، احنا هنجمع كل السويتشات اللي في الراك على باتش بانل في الاخر كده، هجمع عليها كل السويتشات وبعدين انزل من الباتش بانل دي لحد السيرفر روم. نشوف الموضوع دوت بصورة اوضح شوية. ادي عندي المبنى، كل دور في مجموعة من الاوتلت، بجمع كل الاوتلت دي او كل الكابلات بتاعتها لحد ما اوصل على الاي تي روم، ومن الاي تي روم بنزل بكابل لحد السيرفر روم تحت خالص اللي هي بتجمع كل الراكات او كل السويتشات بتاعت المشروع كله، بتجمع في السيرفر روم. وادي الداتا سنتر اللي عندي اللي بتغذي كل الاوتلت بتاعت المشروع. يبقى كده الباك بون عندي متكون من ايه؟ اول حاجة عندي باتش كورد بوصلها من الاكتف لين سويتش لحد باتش بانل. احنا قلنا ان احنا بنجمع كل السويتشات اللي موجودة داخل الراك على باتش بانل، بعد كده بنزل من الباتش بانل دي على السيرفر روم. يبقى انا عندي باتش كورد من السويتش لحد الباتش بانل اللي بجمع عليها كل السويتشات، بعد كده عندي الباتش بانل اللي انا بجمع عليها، بعد كده بنزل بكابل من الاي تي راك لحد المين بروجكت اي تي راك اللي هو الكابل الفايبر، اللي هو كابل الفايبر او الكبر، بنزل بيه من كل راك بعد ما جمعت على باتش بانل، بنزل بكابل واحد لحد الراك الرئيسي اللي موجود في غرفة الاي تي الرئيسية بتاعت المشروع. واحنا هنا قلنا ايه؟ بنزل بكابل كبر او كابل فايبر، بس احنا عارفين ان كابل الكبر اخره 90 متر، لو اكتر من كده يبقى اضطر ان انا استعمل كابل فايبر.
وهنتكلم على الفايبر بعد شوية. وطالما أنا نازل بكابل من فوق يبقى لازم أوصله على باتش بانل الأول، مينفعش أخش على السويتش الرئيسي على طول. يبقى أنا عندي باتش بانل موجودة في السيرفر روم اللي هو الديستنيشن راك، يعني اللي في السيرفر روم، باجي بالكابل من فوق بتاع كل راك موجود في المشروع، أنزل السيرفر روم أوصلهم على باتش بانل الأول، أجمع عليها مجموعة من الكابلات، بعد كده أدي للسويتش. يبقى أكيد في باتش كورد هتوصل ما بين الباتش بانل وما بين الكور أو الديستريبيوشن سويتش اللي هو السويتش الرئيسي بتاع المشروع اللي عندي. يبقى أنا كده عملت إيه؟ جمعت مجموعة أوتلت، دخلتهم لحد الأي تي راك، حطيتهم على باتش بانل، من الباتش بانل وصلت باتش كورد لحد السويتش. عندي في كل راك مجموعة سويتشات، طلعت من كل سويتش بكابل اللي هو على باتش كورد لحد ما جمعتهم على باتش بانل واحدة. نزلت من الباتش بانل دي بكابل واحد لحد السيرفر روم، وطالما نزل بكابل يبقى أكيد هجمع على باتش بانل. لازم أي كابل أجمعه على باتش بانل الأول، مينفعش أخش على السويتش على طول، عشان لو حبيت أفك وأركب يبقى أنا بفك وأركب على حاجة باسيف اللي هي الباتش بانل، مينفعش أفك وأركب على حاجة أكتف زي السويتش. عشان كده بحط باتش بانل قبل أي سويتش، وبعدين هطلع من الباتش بانل دي على الكور سويتش أو الديستريبيوشن سويتش، وهنعرف إيه الفرق بينهم في آخر السيستم دوت. ده كده ملخص الباك بون، وإحنا اتكلمنا عن كل مكوناته ما عدا الفايبر كيبل. نبدأ بقى نتكلم عن كابلات الفايبر. كابل الفايبر دوت توتالي عبارة عن زجاج، إزاز في إزاز، وعشان هو إزاز أو زجاج يبقى أكيد ما بيفهمش يعني إيه كهرباء، يعني ولا يفهم جهد ولا يفهم تيار ولا يفهم حاجة في الكهرباء. طيب بني للداتا إزاي؟ بيمشي جواه سيجنال عبارة عن ضوء زي كده، دي كده سيجنال ضوء، وعشان هي سيجنال ضوء بتمشي بسرعة عالية جدا يبقى أكيد ما بتأثرش بالإلكترومagnetic interference زي كابلات الكبر. يبقى ديت أول ميزة فيه، أو تاني ميزة بعد السرعة. يبقى أول ميزة فيه إن هو سرعته عالية جدا في نقل الداتا، تاني ميزة إن هو ما بيتأثرش بالإلكترومagnetic interference. بس خلي بالك إحنا قلنا إن هو ما بيفهمش كهربا، طب إزاي بقى أحول من الكهربا لضوء وبعد كده في آخر الكابل أحول من ضوء لكهرباء؟ يبقى أكيد عندي كومبوننت تانية غير الكابل بوصلها مع الكابل دوت من ناحيتين. يبقى في أول الكابل بوصل معاه حاجة تحول من كهرباء لضوء، بعد كده الضوء يبدأ يمشي جوه الكابل لحد ما يوصل لآخر الكابل عند الديفايس التاني أو عند الكومبوننت التانية، برضه هحط حاجة في نهاية الكابل يحول من ضوء لكهرباء. يبقى أنا كده قدرت أنقل الداتا بتاعتي بسرعة عالية جدا، وكمان ما بتتأثرش بالإلكترومagnetic interference. كده أول ميزتين بيفرقوا كابلات الفايبر عن كابلات الكبر. تالت حاجة إن هو بيقدر يمشي مسافات كبيرة. يبقى دول أهم تلات ميزات، وهنتكلم عن المميزات والفرق بين الفايبر والكبر في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. طب تعالوا نشوف فكرة عمل كابل الفايبر. ايه الـ working principle بتاع كابل الفايبر؟ ازاي بينقل الداتا عن طريق ضوء والكلام دوت؟ فكرة العمل بتتلخص في نظرية الـ total internal reflection. دي فكرة عمل كابلات الفايبر. لو انت داخل عندك هنا شعاع ضوء ماشي بزاوية أكبر من الـ critical angle، أكبر من الزاوية الحرجة، هيفضل ينعكس داخل الميديم دوت أو داخل الوسط ده لحد ما يوصل للآخر. ده باختصار شديد، يبقى أنا عندي شعاع ضوء بيخش وسط معين بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة بتاعت الوسط ده، بالتالي هيفضل ينعكس داخل الميديم ده لحد ما يوصل لنهاية الوسط ده أو لنهاية الميديم دوت. والنظرية دي اسمها Total Internal Reflection. زي ما قلنا
أنا بحط حاجة في أول الكابل تحول من كهرباء لضوء، بحط حاجة في آخر الكابل تاخد الضوء دوت وتحوله لكهرباء، عشان الجهاز اللي هنا والجهاز اللي هنا يقدر يفهم. يبقى احنا كده عرفنا مكونات البيج بون عبارة عن ايه، وعرفنا بعد ما وزعنا الهوريزونتال كيبلينج هنبدأ نعمل الفيرتيكال نتورك ازاي او البيج بون، وهننزل لحد السيرفر روم ازاي، وبدأنا نتكلم عن كابل الفايبر اللي هو مستخدم في الفيرتيكال نتورك بشكل اكتر شوية من الكبر كيبل. يعني انا ممكن استخدم كبر كيبل بس لحد 90 متر بس، اكبر من كده هستخدم فايبر كيبل. وعرفنا اول 3 مميزات في الفايبر كيبل اللي هما سرعة نقل الداتا سرعة عالية جدا اللي هي سرعة الضوء، تاني حاجة ما بيتأثرش بالالكترومagnetic interference، تالت حاجة بقدر انقل داتا لمسافات طويلة اكتر من الكبر كيبل اللي هو اخره 90 متر. هنقف لحد هنا الفيديو ده، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدأ نتكلم اكتر عن الفايبر كيبل، ونعرف الاستراكشر بتاع الفايبر كيبل وانواع الفايبر كيبل، ونعرف تفاصيل كتير عنه ان شاء الله. شكرا.